بعد ذلك يسميها الله معصية لله أن يسمي ما شاء بما شاء، يسميها غواية لله أن يسمي ما يشاء. ولذلك شهرت عند بعض المتصوفة عبارة حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذه العبارة يعني معناها من باب المجاز، من باب التجوز، وإلا هي حسنات، كيف تتحول إلى سيئات؟ هي حسنات لا شك، لكن ما يأتي به البر من عمل صالح ينبغي للمقرب أن يضاعفه وأضعافه مضاعفة، يعتبر في حقه هذا كأنه سيئة، هو ليس سيئة وحسنة، لكنها يعني مقامه أعلى وأرفع. فإن كان البر الكريم يصوم الاثنين والخميس مثلا، فينبغي للمقرب أن يزيد على ذلك، وإن كان هذا البر يصلي ركعتين بالليل، ينبغي للمقرب أن يضاعف هذه الصلوات بالليل، وهكذا في كل عمل آخر. إن كان هذا يأتي بعمل هذا يزيد عليه، فكأنه من باب التجوز في حقه كأن هذه سيئة نقيصة ما تليق بك أنت، هكذا ليس هذا مقامك. ولذلك يعني حتى في وقتنا هذا لا نزكي على الله أحدا. الشيخ محمود حفظه الله، الشيخ محمود صوف الله حفظه، يقول: ما ندمت على شيء، ندمي أنني نمت ليلة في شهر رمضان. يعني هو لا شك أن يصلي كل رمضان في سائر عمري السابق، بارك الله في عمره، لكن كان قبل سنين طويلة متقادمة ربما ينام في بعض ليالي رمضان الأولى، فيقول: ما ندمت على شيء، ندمي أنني نمت ليلة في رمضان. فصار الأعوام التي بعدها لا ينام أبدا من يدخل رمضان إلى آخر رمضان في الليل، يمكن يعوض في النهار لكن في الليلة يعني. وعمر رضي الله عنه يعني قبل ذلك من هؤلاء الرعيل الأول، الطراز الأول، فقيل له: متى تنام؟ يعني ألا تنام في الليل؟ قال: لو نمت في النهار لضيعت رعيتي، ولو نمت في الليل لضيعت نفسي. فإذا هذه مقامات عالية يا إخواني. نحن عندما يصف لنا الله سبحانه وتعالى آدم ويعنفه ويعنته بهذه التعنيتات، لله أن يسمي ما يشاء تجوزا أنها معصية وليست معصية، تجوزا أنها غواية وليست غواية، هي مخالفة، وفعل ذلك في حالة نسيان فهو معفو عنه، ونتأدب مع الأنبياء والرسل تأدبا واضحا. وقد أشبع سماحة الشيخ هذا الحديث يعني في هذا الموضوع في كتابه هذا برهان الحق، وكذلك في جوهر التفسير.